مرحبا، أنا الدكتور زيد خليفة، أخصائي جراحة الدماغ والعمود الفقري بالمنظار. مركزنا إندو إجت تسميته من كلمة إندوسكوب، والتي تعني المنظار الجراحي، وذلك سعياً منا لتقديم أحدث الطرق العالمية في جراحة أمراض الدماغ والعمود الفقري، إذ نقوم بعمليات الديسكات والانزلاقات الغضروفية وتضيق القناة الشوكية بواسطة المنظار الجراحي، بالإضافة لعمليات التداخل المحدود. أيضاً نقوم بعمليات الميكروسكوبية لإزالة الأورام الدماغية وأورام الحبل الشوكي. نسعى جاهدين لإعادة بناء الثقة بين الطبيب ومريضه، بتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضانا. وشكراً جزيلاً لكم.